استاذنا الاستاذ حسن مستكاوي الناقد الرياضي الكبير. مساء الفل يا استاذ حسن. مساء النور، اهلا بيك يا كابتن. ازيك؟ تفوق ولا تروح؟ لا يعني تفوق تروح، ماشي برضه. مش هي دي القضية يعني. القضية الحقيقة الناس السؤال بتاع المباراة بتاع السوبر، هو السؤال يكون هو ليه الأهلي خسر ولا ازاي لعب طلائع الجيش؟ تمام. لأن أنا شايف إن كل التركيز على إن الأهلي كان مش كويس. يعني كان مش كويس، والناس كلها بتبحث ليه الأهلي ما كانش كويس. تمام. ما هو الأهلي ما كانش كويس علشان خاطر طلائع الجيش كان كويس. صح. هي دي النقطة. صح. يعني طلائع الجيش لعب صح، لعب صح في حدود إمكانيات اللعيبة وحكاية التاريخ والفانيلا والشعبية والجماهيرية بتاعت النادي الأهلي والبطولات الكثيرة، فكان الطبيعي. في بعض الناس بتلوم يعني عبد الحميد بسيوني عشان لعب بالطريقة دي. هو لعب بيها في 17 أغسطس في الدوري. صح. ونجح في إن هو يتعادل مع الأهلي، وكان ده جيم بالنسبة له كبير جدا. صح. في أحيانا بعض الفرق بتلعب بأسلوب معين، ولعبه مع الأهلي كمان في الكاس وتعادل وخسر بالضربات الجزاء. تمام. فإذا هو اضطر يلعب، حتما لازم يلعب بالطريقة دي، ما قدرش يلعب جيم مفتوح مع الأهلي. صح. إنما نرجع للمباراة، لو كان محمد شريف سجل الهدف في الفرصة اللي جات له، أيوه، كان الماتش هيتفتح وهيختلف شكل السيناريو. صح. وكان ممكن الأهلي ياخد البطولة. صح. إنما عدم توفيق شريف في اللعبة دي ثم أبشر بعد كده هو اللي عطل الملعب. إنما عبد الحميد بسيوني أو طلائع الجيش عمل في الأهلي الحاجة اللي بتتعب نادي الأهلي جدا، أنه بيقتل المساحات. يعني شريف، هو شريف جري سبرنت واحد امبارح ما جريش. صحيح. هي الانفراد الوحيد. ايوه. ليه بقى ما قدرش يجري كتير خالص الا مره واحده؟ عشان الدفاع بتاع طلائع الجيش كان منظم جدا. صح. وكان في خطين للدفاع. مزبوط. ونص الملعب، وفي خط تاني واقف جوه ال 18. بالظبط. خط الدفاع الاخير مش بعيد عن بسام، فمش سايب مساحه. برافو عليك. هو لو 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 خط لو لو هو بيدافع وطالع بره ال 18، يبقى كده بيدي للاهلي فرصته الذهبيه اللي بيعملها دايما. صح. ان قفشه يسقط كرات او تمريرات ورا المدافعين لشحات لشريف لطاهر لاي حد. مظبوط. وبالتالي يقدر يبقى في فرص كتير واهداف كتير. هو لعب صح. طيب هو هنا السؤال يا استاذ حسن، احنا الحقيقه لا نغبط ولا نقلل ابدا. انا قلت اول كلمه انه في كاس السوبر عبد الحميد بسيوني كان سوبر الحقيقه. صحيح. فلا نغبط ابدا لا الاداء ولا القتاليه ولا العزيمه بتاعت اللعيبه ولا الاداره الفنيه الممتازه لعبد الحميد بسيوني. بس على الجانب الاخر، زي ما حضرتك قلت، ليه الاهلي خسر وطلائع الجيش كسب؟ عشان كان كويس وعمل اللي عليه. الاهلي ما ينفعش يبقى فريق بحجم الاهلي ومدرب كبير زي موسيماني يبقى عنده يا استاذ حسن حيله واحده بس، لو اللي قدامه كشفها افلس. اي فريق دلوقتي ممكن يلعب قدام الاهلي ويضيع المساحات وما يخليش مساحة أبدا بين خط الظهر وحارس المرمى بتاعه. تمام. فبالتالي الفرص بتاعت الأهلي هتبقى صعبة جدا، بجانب طبعا الدعم الدفاعي في وسط الملعب وبرقابة الجناح الخطير علي معلول. يعني علي معلول امبارح كان بيستلموا ثلاثة. صح. من حرس. لا، علي مع معلول بسيوني نجح انه يشل حركته تماما. لا بسيوني والمهند لاشين. لا انا قصدي بسيوني المدير الفني، يعني عن طريق الرقابة. ايوه. اقصد سمير يعني. طبعا سمير وكمان مهند لاشين ومعاهم امجد الباك رايت. صح. الثلاثة كانوا بيشتغلوا على معلول، بيسلموا لبعض علي معلول. فعشان كده علي معلول ما قدرش يعمل كرات عرضيه. صح. مش سريحه. الاهلي عمل 30 كره عرضيه لكن معظمها في اشتباك، يعني في تلاحم. مظبوط. فبتطلع مش مظبوطه او بتتشاط او بتتلعب ضعيفه مش دقيقه وهكذا. صح. الاهلي بقى زي ما انت قلت، اذا كان عنده دايما الحل ده اللي هو قفشه يشغل المهاجمين، لما ده يتعثر لازم يبقى الاهلي عنده حلول ثانيه، من ضمنها الشوط التسديد من ال 18، تسديد مستمر، سرعه نقل الكوره، الكرات العرضيه ما تبقاش اخترق من العمق بالوانتو. اي حاجه، حاجات لازم يبقى عنده حلول كتيره مختلفه غير الحل التقليدي اللي بيعمله دايما النادي. طيب هو السؤال الصعب، انا عارف ان حضرتك يعني جريء في الحق، هو
عدم اللجوء لاي حيله اخرى او لعبه اخرى امبارح طول ال 120 دقيقه طالما اتفقست او كشفت مسؤوليه المدرب طبعا. لكن هو السؤال هل هو افلاس ولا استهتار انه كده كده هنجيب جون ولا انا ما عنديش غير الحيله دي؟ في كورتين الانفرادين بتاعت قفشه وشريف انا بشوف ان هو في لحظات في تعالي على الكورت في عدم تركيز في ثقه كبيره جدا ان الهدف جاي يعني. ايوه الفرق ما بين لعيبه الاهلي ولاعيبه طلائع الجيش امبارح انهم طلائع الجيش كانوا مركزين جدا ومركز وعندك الروح القتاليه وعندك امل وحلم بالاول بطوله تحققها في تاريخك صح. ده طبعا كله اثر. انا رايي فعلا ان الاهلي كان نازل المباراه وهو شايف ان البطوله بتاعته هياخدها يعني صح. ده صح. عمل تاثير طبعا اكيد سلبي على الاداء كمان. طيب اخيرا يا استاذ حسن اخيرا هل ينفع يبقى فيه فرق شاسع بين السماء والارض كده بين موسيماني الافريقي وموسيماني المحلي؟ لا انا ما يعني انا اسف يا تامر انا ما بعترفش بالحقيقه. المدرب طبعا حاجه اسمها بص معلش اتفضل مفيش حاجه في الكوره ابدا اسمها ده مدرب ماتشات كبيره ومدرب محلي ومدرب افريقي ومدرب مش عارف مفيش الكلام ده. امال تفسر بايه طيب يا ريس؟ لا هو نجح طبعا يعني انا قلت عليه ما انا ما اقدرش اسحب كلامي عشان خسر امبارح السوبر. قلت ان هو عمل اداره جيده جدا للبطولات للماتشات الافريقيه مع فرق قويه وهو بيقود النادي الاهلي صح. امبارح ما كانش كويس لم يحالف التوفيق من ضمن عدم التوفيق مثلا قراره بان بنون ينزل قبل الماتش ما يخلص بثلاث دقائق عشان يلعب بينالتي واللعيب بره الفورمه يعني بره فورمه المباراه حتى صح بره فورمه المباراه مظبوط. عشان كده نازل انت بتقول لبنون انزل هات جون بقى من بينالتي طبعا ده عمل ضغط عليه وبعدين صح. هو نازل مش فريش صح. كمان قفشه ضيع قبل كده يعني انا طبعا قفشه من احسن لعيبه مصر مش النادي الاهلي بس لكن البنالتيات حاجه ثانيه ضربه الجزاء دي ومع قدام حارس متالق بسام لا كان لازم يبقى في اختيارات اكثر دقه واكثر حكمه يعني في مساله صح. ضربات الجزاء لكن انت شايف ان مفيش فرق ما بين اداره موسيماني للمباريات الافريقيه واداره المباراه الحاليه هو امبارح بس ما كانش موفق هو طبعا لان مفيش حاجه اسمها مدرب بيعمل ماتشات حلوه قوي الماتشات الكبيره والصعبه طب يجي بالسهل ويخيب يعني لا ما هي لا ما انا هقول لك على فكره يا استاذ حسن على فكره ممكن رغم انها تبعت للضحك بس هي ممكن ليه؟ لانه يبدو انه في المباريات المهمه والمصيريه الافريقيه بيذاكر وبيبذل مجهود وبيقرا الخصم وبيحط خطه وبيستشير وبتاع ويبدو انه في المباريات السهله بيستسهل فما بيبذلش نفس الجهد بس هو ربما ذاكر كويس ماتش 17 اغسطس اللي فات في الدوري اللي حرم الاهلي من نقطتين كانوا مهمين جدا في سباقه ناحيه الدوري في سباق الدوري لما يذاكر بسيوني لعب امبارح كما لعب يوم 17 اغسطس بالظبط صوره الكربون صحيح. اللي يشوف الماتشين هيفتكر مش هيتلخبط الحقيقه مش هيبقى عارف مين فيهم ماتش الدوري ايوه صح في النهايه هو درس طبعا الكوره كلها دروس ومعلمنا في الدروس الكرويه الاستاذ حسن مستكاوي بشكرك شكرا جزيلا على المداخله